الكلام منه ما هو محنن ومنه ما هو مجنن، كما قال الشاعر: لطف حديثك فالنفوس مريضة، ومن الكلام محنن ومجنن. كم هادئ بالعنف ثار ونافر روضه الكلام اللين. الكلام اللين يرقق القلب الذي هو أقسى من الحجر، والكلام الخبيث يقسي القلب الذي هو أرق من الحرير. وإن من الكلام ما هو أشد من وخز الإبر وأشد من السيف، ولذلك أمرنا الله عز وجل باختيار الكلمات وانتقاء الألفاظ. رب كلمة أحيت، وكلمة أماتت، وكلمة أدخلت النار، ورب كلمة أورثت العار، ورب كلمة أورثت نورا، ورب كلمة أدخلت قبورا.